تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. الرياضيات، الصف الرابع، الجزء الثاني، الوحدة التاسعة عشر، الدرس الرابع، المساحة، الجزء الثاني. المصطلحات الرئيسة: المساحة، وحدة مربعات، سنتيمتر، سنتيمتر مربع، شبكة مربعات. يجد مساحة المستطيل، يجد مساحة المربع، يحل مسائل عن المساحة. استكشف، هل يمكن استنتاج قانون لإيجاد مساحة كل من المستطيل والمربع؟ لدينا أشكال مختلفة ومساحات مختلفة لمستطيل ومربع. المستطيل الأول مثلا أن إياه 4 بالعرض و5 بالطول، الذي يليه أن إياه 6 بالعرض و2 بالطول، الذي يليه 3 بالعرض و2 بالطول، الذي يليه عبارة عن 6 في 5، 6 بالعرض و5 بالطول. أتعلم، القانون هو مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض، مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع. مثال: مساحة المستطيل تساوي 24 سنتيمتر مربع، لأن لدينا مستطيل طوله 3 وعرضه 8، 3 ضرب 8 يساوي 24 سنتيمتر مربع. مساحة المربع تساوي 36 سنتيمتر مربع، لأن لدينا مربع طول ضلعه 6 سنتيمتر، 6 ضرب 6 تساوي 36 سنتيمتر مربع. انتهينا من قراءة الكتاب صفحة 49، سننتقل إلى كتاب التمارين صفحة 64-65. التحدي الأول: أجد مساحة كل شكل من الأشكال الآتية. الشكل الأول هو عبارة عن مربع طول ضلعه 5 سنتيمتر، مساحته ستساوي 5 ضرب 5 وتساوي 25 سنتيمتر مربع. الشكل ب: عندنا مستطيل طوله 8 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمتر، مساحته راح تساوي 6 ضرب 8 ويساوي 48 سنتيمتر مربع. الشكل ج: مستطيل طوله 12 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمتر، لحساب المساحة 12 ضرب 6 ويساوي 72 سنتيمتر مربع. التحدي الثاني: أجد مساحة كل شكل من مما يأتي. لدينا ملعب كرة قدم طوله 55 سنتي أو 55 متر عفوا وعرضه 100 متر، لحساب المساحة 100 ضرب 55 وعليه ستكون المساحة 5500 متر مربع. الصورة التي تليه: لدينا لوحة طولها 20 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، لحساب مساحتها 20 ضرب 40 وتساوي 800 سنتيمتر. السؤال الثالث: أجد مساحة كل سور فيما يأتي، ثم أضع إشارة صح أسفل السور الذي يمكن دهنه بعلبة الدهان. لدينا ثلاثة صور لمساحات لأسوار مختلفة، ولدينا علبة دهان يكفي فقط لمساحة 20 متر مربع على الأكثر، 20 متر مربع. السور الأول طوله 600 سنتي وعرضه 4 متر. هون لازم ننتبه، قبل ما أبلش بحساب المساحة يجب أن أحول الوحدات لتكون متشابهة. سأحول السنتيمتر إلى متر، 600 سنتيمتر يساوي 6 متر، وعليه رح أضرب 6 ضرب 4 ويساوي 24 متر مربع. هذا لا تكفي علبة الدهان لدهنه. ننتقل إلى التالي، طوله 3 متر
عرضه 6 متر لحساب مساحته سأضرب 3 ضرب 6 ويساوي 18 متر. يمكن استخدام علبة الدهان لدهنه. الشكل الأخير عندي طوله 400 سنتيمتر، عرضه 500 سنتيمتر لحساب مساحته بالمتر المربع، سيتم تحويله إلى متر. 400 سنتيمتر تساوي 4 متر، 500 سنتيمتر تساوي 5 متر، 4 ضرب 5 ويساوي 20 متر مربع، وهذا برضو ممكن تكفي العلبة لدهانه. الفرع الثاني من نفس السؤال، أحسب طول كل شكل مما يأتي. لدينا شكل أعطاني مساحته وأعطاني عرضه. مساحته 64 متر مربع وعرضه 8. كيف بدي أحسب الطول؟ رح أقسم المساحة على العرض بيعطيني الطول. ف 64 تقسيم 8، الجواب 8. فإذا طوله 8 متر. الشكل الثاني هو مساحته 240 متر مربع وعرضه 12 متر، عليه سيكون طوله برضو رح أقسم 240 تقسيم 12، الجواب 20 متر طوله. انتهينا من حل هذا الدرس. يبقى فقط الإغناء اللغوي، صفحة 66.